جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما حكم التعلق بالأسباب وهل تنافي التوحيد؟ نعم، الذي يعتمد على الأسباب هذا نقص في التوحيد، هذا شرك. يقولون الاعتماد على السبب شرك، وترك السبب قدح في الشريعة، فلا بد من الجمع بين فعل الأسباب المباحة المشروعة مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. نعم.